السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هناخد درس ضرب عدد في عدد آخر، سواء كان العدد الآخر ده بيتكون من رقم واحد أو من رقمين. نبدأ أول حاجة وهي الضرب في عدد مكون من رقم واحد. لو عندي عدد زي 7354 وعايزة اضربها في 4، اول حاجة هعملها ان انا احطهم بطريقة رأسية. يعني ايه طريقة رأسية؟ يعني احط العدد الكبير فوق وتحت العدد الصغير. يبقى زي ما هعمل كده 7354 فوق وتحت في 4، وابدأ اضرب. اضرب ايه؟ اول حاجة هضربها هضرب الاربعة في الاربعة، وبعدين الاربعة في الخمسة، وبعدين الاربعة في التلاتة، وبعدين الاربعة في السبعة. يبقى يلا نضرب 4 في 4 في 16 6، ومعانا الواحد فوق الخمسة. 4 في 5 ب 20 ومعانا واحد، يبقى 21. واحد ومعانا الاثنين فوق التلاتة. 4 في 3 ب 12 و 2 14، 4 ومعانا الواحد فوق السبعة. 4 في 7 ب 28 و 1 29، يبقى الناتج 29416. ناخد مثال تاني يوضح معانا اكتر. عايز اضرب 4921 في 6. اول حاجة اتفقنا نحطهم بطريقة رأسية، فوق 4921 وتحت في 6. واضرب ايه؟ واضرب الستة في الاحاد وفي العشرات وفي المئات وفي الالوف. 6 في 1 ب6، 6 في 2 ب12، 2 ومعانا الواحد فوق التسعة. 6 في 9 ب54 ومعانا واحد، يبقى 55. 5 ومعانا الخمسة فوق الأربعة. 4 في 6 ب24 ومعانا خمسة، يبقى 29. يبقى الناتج 29526. بعد كده معايا الضرب في عدد مكون من رقمين. لو عايز اضرب 53 في 27 هعمل ايه؟ اول حاجة هضرب السبعة في 53، ناخد تحتها خط عشان ما نتلخبطش، ونضرب 7 في 3 ب21، واحد ومعانا الاثنين فوق الخمسة. 5 في 7 35 و2، يبقى 37. ماشي كده، انا ضربت ايه؟ ضربت السبعة في 53. باقي مين؟ باقي 2. لا مش 2، هي 2 بس في خانة العشرات، يعني ب20. طيب هعمل ايه؟ هنزل صفر عادي وابدأ اضرب. اضرب ايه؟ 2 في 53، من انا نزلت صفر يبقى كأني بضرب 20. طيب 2 في 3 ب6، و2 في 5 ب10. مرة تانية اقول عملت ايه؟ ضربت السبعة في 53، وبعدين حطيت صفر لان انا هنا مش بضرب 2، لا انا بضرب 20 لانها في خانة العشرات، وبعدين ضربت 2 في 53. بعد كده هعمل ايه؟ هجمع العددين اللي طلعوا، اللي هو 371 زائد 1060. اجمع 1 و0 هو الواحد، 7 و6 13، 3 ومعانا الواحد فوق التلاتة يبقى 4، والواحد ينزل. كده انا ضربت 53 في 27. مثال تاني، لو عايز اضرب 278 في 29، اول حاجة اتفقنا احطهم بطريقة رأسية، فوق 278 وتحتها في 49، وابدأ اضرب. هضرب مين؟ اتفقنا هضرب الاول التسعة في 8 والسبعة والاتنين، وبعدين احجز بصفر واضرب الاربعة في التمانية وفي السبعة وفي الاتنين. طيب يلا نبدأ. 9 في 8 ب72، 2 ومعانا السبعة فوق السبعة. 7 في 9 ب63 و7 يبقى 70، 0 ومعانا السبعة فوق الاتنين. 2 في 9 18 و7 25. كده انا عملت ايه؟ ضربت التسعة في 278، باقي مين؟ باقي الاربعين، يبقى احجز بصفر واضرب 4 في 8 و7 و2. 4 في 8
باتنين وتلاتين، اتنين ومعانا التلاتة فوق السبعة، أربعة في سبعة تمانية وعشرين ومعانا تلاتة يبقى واحد وتلاتين، واحد ومعايا التلاتة فوق الاتنين، أربعة في اتنين بتمانية ومعايا تلاتة يبقى حداشر. يبقى أنا كده ضربت 278 في 49، عملت ايه مرة تانية؟ ضربت 9 في 8 وفي 7 وفي 2، وبعدين حجزت بصفر وضربت 4 في 8 وفي 7 وفي 2. بعد كده هعمل ايه؟ هجمع العددين اللي ظهروا، 2 و0 هي الاتنين، 0 و2 هي الاتنين، 5 و1 6، 2 و1 3، والواحد ينزل. يبقى كده الناتج 13,622. السؤال اللي بعد كده بيقول اشترى تاجر اساس 3 حجرات نو، ثمن الحجرة الواحدة 7465 جنيه. اوجد ثمن الحجرات، يعني هو اشترى 3 حجرات الحجرة الواحدة ب7465، يبقى ثمن الحجرات كام؟ هضرب التلاتة في 7465، اتفقنا هحطهم بطريقة رأسية، فوق 7465 وتحت في تلاتة، وابدأ اضرب، اضرب التلاتة في الخمسة وفي الستة وفي الاربعة وفي السبعة، خمسة في تلاتة ب15، خمسة ومعانا الواحد، تلاتة في ستة ب18 ومعانا واحد يبقى 19، تسعة ومعانا الواحد فوق الأربعة، تلاتة في أربعة ب12 ومعانا واحد 13، تلاتة ومعانا الواحد فوق السبعة، تلاتة في سبعة ب21 وواحد 22، يبقى ثمن الحجرات هيساوي 22,395 جنيه. السؤال اللي بعد كده معايا بيقول اشترى احمد 25 كتاب، ثمن الكتاب الواحد 105 جنيه. اوجد ما دفعه احمد، يعني احمد خرج من بيتهم اشترى 25 كتاب، الكتاب الواحد ب 105 جنيه، عايزين نشوف احمد هيدفع كام. يبقى ثمن ما دفعه احمد يساوي 105 في 25، هنحطهم بطريقة رأسية، 105 في 25، وابدأ أضرب الخمسة في 105، وبعدين أحجز بصفر وأضرب الاتنين في 105. نبدأ، خمسة في خمسة ب25، خمسة ومعانا الاتنين فوق الصفر، خمسة في صفر بصفر ومعايا اتنين تنزل الاتنين، خمسة في واحد ب5، وبعدين أحجز بصفر وأضرب الاتنين في 105، اتنين في خمسة ب10، صفر ومعايا الواحد فوق الصفر، اتنين في صفر بصفر ومعايا واحد ينزل، واتنين في واحد ب2. بعد كده هجمع العددين دول على بعض، خمسة وصفر هي الخمسة، اتنين وصفر هي الاتنين، خمسة وواحد ستة، والاتنين تنزل. يبقى ما دفعه احمد يساوي 2,625 جنيه.